لا الله. الحمد لله تمام تمام الحمد لله، ما عندي عداوة مع أحد. اوكي، ما دافعتي عنها لما نامت 4 ايام في النظارة والقضية اللي صارت والله شوفي، مو ما دافعت عنها بالسوشيال ميديا، يعني كنت وايد متضايقة، كنت وايد أنا أخاف، قمت أطلع مي أخاف أتكلم عن أحد وأدافع عنه، لأن في ناس راح تصير ضدي، في ناس راح تصير معاي، والله قمت أخاف أتكلم. طالعة من سالفة إن متحرشة بالسعودية وطلع إلى قرار المنع، ففي ناس تخاف تقول لك أنا ما بدي شو ريسك مع أحد. أخاف، مع إن إنسانة ترى وايد طيبة هي وما عندها سوالف كذي، يعني هي أنا أعرفها من زمان ما عندها يمكن شيء كان برايفت بينها وبين رفيجاتها، ضحك كلنا بيننا وبين رفيجاتنا نضحك، شيء نزل بالغلط مو بالقصد. إنزين لازم الناس تنظر حق هالشيء، واحد مو قصده، وهيونا دائما تطلع قدام الناس إن توعي الناس، تنصحهم، بس شيء بينها وبين رفيجاتها وكذي، يعني ما أدري كيفها انا استغلطت والله المرأة. عيالها امانه، يعني 4 عيال وعيالها، ايوه عيالها الله يحفظهم يا رب، يهبلون يهبلون، عسى الله يخليها لعيالها، شايله عيالها، حتى اللوكيشنات تجيبهم، مسرح تجيبهم، يعني ايه هي الام والاب والبيت الروحاني حق عيالها، يعني عيالها بدونها يضيعون. في واحد كاتب لك